قلبي يقل من الهموم جبالها وتسيخ عن حمل الرداء متوني، وأنا الذي لا أجزع عن لرزية لولا رزاياكم بني ياسين. تلك الرزايا الباعثات لمهجتي ما ليس يبعثه لظى سجيني. كيف العزاء لها وكل عشية دمكم بحمرتها السماء تريني. والبرق يذكرني وميض صوارب، يعني كل مظهر من مظاهر الكون يذكرني بالولاية، يذكرني بظلامات أهل البيت، ظلامات الزهراء، مظلومية أهل البيت. والبرق يذكرني وميض صوارم أردتكم في كف كل لعيني. والرعد يعرب عن حنين نسائكم في كل لحن بالشجون مبيني. يندبن قوما ما هتفن بمثلهم إلا تضعضع كل ليث عريني. السالبين النفس أول ضربة والملبسين الموت كل طعين. لا عيب فيهم غير قبضهم اللواء عند اشتباك الحرب قبض ظنيني. خذ في ثنائهم الجميل مقرضا فالقوم قد جلوا عن التبين. هم أفضل الشهداء والقتل الأولى مدحوا بوحي في الكتاب مبين. لو كل طعنة فارس بأكفهم لم يخلق المسمار للمطعون. سلكوا بحارا من دماء أمية بظهور خيل لا بطون سفيني. إلى أن يقول ليت المواكب والوصي زعيمها يا علي. ليت المواكب والوصي زعيمها وقفوا كموقفهم على صفيني بالطف كي يروي الأولى فوق القنا رفعت مصاحفها اتقاء منوني. جعلت رؤوس بني النبي مكانها. من ترضى الأمة بانحراف وتقر على ذلك الانحراف وتسكت عن ذلك الانحراف يضاعف هذا الانحراف. مصاديقه تختلف، مواقعه تختلف، ولكن الظلام هي الظلام. يوم أن رضت الأمة
بظلامة آل محمد. أول الأمر تعاقبت الظلامات تلو الظلامات إلى أن وصل الحال لما أنرضت الأمة بمخالفة علي، والتحكيم لم يكن لعلي أي رأي فيه، لما رضت هذه المصاحف التي رفعت على الأسنة على رؤوس الرماح من ترضى الأمة بانحراف وتسكت عن ذلك الانحراف، يضاعف هذا الانحراف ويؤدي إلى شنو؟ أن هذه الرماح التي خرقت المصاحف وأهانت القرآن أمام القرآن الناطق وهو علي عليه أفضل الصلاة والسلام، وتجرأ الناس على الدين بعد 20 سنة وأكثر بقليل، صارت هذه رؤوس الرماح ترفع رؤوس آل رسول. الأمة رضت، جعلت رؤوس بني النبي مكانها وشفت قديم لواعج وضغوني وتتبعت أشقى ثمود وتبع وبنت على تأسيس كل لعين الواثبين لظلم آل محمد. ومحمد ملقا بلا تكفيني والقائلين لفاطم آذيتنا بطول نوح دائم وحنين، والقاطعين أراكة كيما تفي بظل أوراق لها وغصوني، ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين والداخلين على البتولة بيتها والمسقطين لها أعز جنيني، والقائدين إمامهم بنجاده. هاي الحالة تعرفك أنه من هوان الدنيا على الله يقاد علي. والقائدين إمامهم بنجاده والطغر تدعو خلفهم برنيني، خلوا ابن عمي أو لا أكشف بالدعاء راسي وأشكو للإله شجوني، ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني. أحد ما جاوب فاطمة، أحد ما عطى فاطمة اعتبار، وين راحت؟ ورنت 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 إلى القبر الشريف بمقلة عبرا وقلب مكمد محزوني، نادت وأظفار المصاب بقلب غابتا عز على العدات معيني، أي الرزايا أتقي بتجلد، أي الرزايا أتقي بتجلد، هي في النوائب ما حييت قريني، فقدي أبي أم غصب بعلي حقه أم كسر ضلعي أم سقوط أم سقوط جنيني،
أم غصبهم حقي وفاضل نحلتي أم جهلهم قدري وقد عرفوني